هناك مقطع فيديو ظهر منذ قليل يقول يبدو أنه من أحد عناصر هذه المجموعة، يقول فيه بأن قافلة القوات التابعة لفاغنر بدأت تتحرك من روستوف باتجاه موسكو. هدف المجموعة بالطبع وهدفه الدخول إلى موسكو والسيطرة على موسكو. إذا عدنا إلى تصريحات يفغيني بريغوجين تعليقا على تصريحات الرئيس الروسي، يبدو منها أن يفغيني بريغوجين اختار مسار المواجهة ومسار التصعيد. وبالطبع قال ردا على اتهام الرئيس الروسي للمجموعة بالخيانة، قال أنه ليس هو ولا مجموعته الخونة، بل هم من وقفوا دائما في صف الدولة الروسية. عندما دعتهم الدولة الروسية وقالت أنهم يحتاجون إلى أفريقيا، ذهب يفغيني بريغوجين وذهبت مجموعته إلى أفريقيا، لكنهم بعد ذلك قال أن غلبت المصالح الشخصية على مصالح الدولة، وتم تقاسم الغنيمة ضمنيا من وفق تصريحاته، ولم يعد هناك حاجة للدول الأفريقية حسب تعبيره عندما